اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة احب ان اقرأ لك آية من رسالة فيلبي الاصحاح الاول. الرسول بولس يقول في آية 12: "ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوة" أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الكرازة الإنجيل يعني الكرازة يعني ناس كتير أمنت بالرب الرسول بولس بيقول كلام عظيم هنا عايز يقول ان السجن بتاعه السجن ده حاجه صعبه جدا الاضطهاد اللي تعرض ليه وكان اضطهاد مستمر انما نتيجه السجن ونتيجه الاضطهاد ان الكرازه زادت ان الناس اللي عرفت الرب زادت مش نتيجه الاضطهاد ان النتائج قلت لا نتيجه الاضطهاد ان الثمر ازداد ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوه ان اموري وهو لما كتب رساله فيليبي كتبها وهو في السجن عايز يقول كل اللي حصل ده ما جابش نتيجه سيئه ده جاب نتيجه ايجابيه ده ساهم في تقدم الخدمه أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل عزيزي المشاهد مهما الشيطان حربك مهما الشيطان عمل عشان يأذيك آمن أن اللي بيعمله الشيطان ده هيساعد في تحقيق خطة الرب لحياتك زي ما نفهم من آية 12 العصاح الاول رساله فيليبي كل اللي بيعمله ابليس ضدنا حتى لو مظهره صعب بيساهم في تحقيق مشيئه الرب لحياتنا في تحقيق خطه الرب الواضحه لينا خطه الرب البولس انه يبقى كارث وانه يجيب ناس كتير للرب الشيطان حب يعوق هذا اللي عمله الشيطان جاب نتيجه عكسيه يعني شيطان هدفه ان الخدمه تقل لا ده ثمر زاد باسم الرب يسوع كل اللي بيعمله ابليس ضدنا يتحول لخيرنا باسم الرب يسوع كل اللي بيحصل يساهم في تحقيق قصد الله من حياتنا وقصد الله من حياتنا ايه ان احنا نبقى ناجحين ان احنا نبقى مثمرين ان احنا نساهم في عمله الشيطان عايز يمنع ده كل اللي بيعمله يساهم في تحقيق خطه الله ثم اريد ان تعلموا ايها الاخوه ان اموري يعني عايز يقول لهم اوعوا آه تنزعجوا ان انا دخلت السجن اوعوا تنزعجوا ان انا آه مش قادر اعمل آه حملات كرازيه اوعوا تنزعجوا ان انا مش قادر ازور حد دخول السجن ساهم في تقدم الخدمة لأن الرب استخدم الرسول بولس جوه السجن وربح نفوس كتير وكتب من السجن رسائل عظيمة للكنائس باسم الرب يسوع نعلن إيماننا اعلن إيمانك معايا لو أنت ليك علاقة حقيقية مع الرب اعلن إيمانك أن كل اللي بتعمل ضدك يتحول لخيرك وكل اللي بيتعمل علشان تتعطل رسالتك وتتعطل خطة الرب العظيمة لحياتك كل اللي بيتعمل عشان خطة الرب تتعطل هيجيب العكس ده هيساهم في ان خطة الرب تتحقق مش هيعطل خطة الرب لحياتك آية عظيمة جدا ما حدث مع الرسول بولس يحدث معنا ان الامور الصعبة اللي بتحصل تساهم في نجاحنا تساهم في ارتفاعنا تساهم ان احنا نبقى من مجد الى مجد الرب يتحكم في كل الامور زي الايه اللي بتقول كل الاشياء تعمل معا للخير ازاي كل الاشياء تعمل معا لخيري رغم ان احيانا بيبقى شكلها صعب جدا عشان ايد الرب ايد الرب بتتحكم في كل ما يحدث عشان ايد الرب بتتحكم في كل اللي بيحصل حتى اللي شكله صعب كله بيشتغل مع بعض لخيري لارتفاعي ولمجد الهي عزيزي المشاهد هكمل معاك التامل في قصه يعقوب احنا في اصحاح 34 سفر التكوين و في هذا الاصحاح شفنا ان في كارثه حدثت في بيت يعقوب بنته دينا اغتصبها شكيم ابن حمور اللي هو رئيس المنطقه دي او الحاكم بتاع المنطقه اللي كان عايش جنبها يعقوب وشفنا ان سبب الكارثه دي خطا كبير اوي من يعقوب خطا كبير اوي من امها ليئه وخطا ايضا منها وده شرحناه في الحلقات اللي فاتت، يعني مفيش حاجة بتحصل بدون سبب، ولما تحصل لك حاجة صعبة أو تحصل في بيتك حاجة صعبة لازم تهدى كده وتقعد مع الرب وتعرف الأسباب، لأن زي ما قال الكتاب لعنة بدون سبب لا تأتي، يعني في سبب دايماً في سبب، ولو أنت مريض لازم تعرف السبب، أنت مريض ليه؟ هل بسبب إهمال؟ هل بسبب ان الرب بيأدبك ولا ده هجوم شيطاني عليك وانت لازم تحاربه لازم نقعد مع الرب ونعرف الاسباب ففي تكوين 34 حاجه صعبه حدثت في بيت واحد مؤمن عظيم في بيت يعقوب ان بنته اغتصبت ومش بس اغتصبت ده بعد ما اغتصبها حبسها يعني خلاها عنده في البيت ما سابهاش تمشي آه شكيم آه حطاه في بيته فأمور صعبة حدثت لكن ليها أسباب وأسباب قوية مش أسباب كده يعني لا أسباب قوية شفنا سبب عند يعقوب قوي إنه ممشيش في خطة الرب إن الرب كان عايزه يروح بيت آه إيل ده حتى هو كان عايزه كمان يروح مش بيت إيل آسف كان عايزه يروح عند أبو إسحاق في حبرون وهو ما راحش بدل ما يروح حبرون قعد واستقر في سكوت وبقى ومن سكوت راح شكيم فدي غلطة يعقوب ان ما عاش في مشيئة الرب وما حققش الكلام اللي قاله الرب قال للرب ان انا هرجع لبيت ايل وهعمل وهعمل ما حققش ده يعني يعقوب كان عنده خطأ اراك اللي قاله يعقوب لما كان في بيت ايل في الاول لما كان هربان من عيسو وبعدين قال الرب نظر يعقوب نظرا قائلا ان كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي انا سائر فيه هذا الحجر الذي اقمته عمودا يكون بيت الله فهو ما ما راحش حتى بيت رغم ان الرب حفظه ورجعه ارض الكنعان ما حققش يعقوب الوعد اللي قاله للرب وما طاعش الرب لان في سفر التكوين هنا في تكوين 31 قال الرب ليعقوب ارجع الى ارض ابائك والى عشيرتك فاكون معك وارجع لارض ابائه ارض كنعان لكن ما راحش لعشيرته ما راحش عند اسحاق ابوه في حبرون فيعقوب بسبب هذا الخطا تسبب في الكارثه اللي حدثت لدينا لانه سكن في الحته اللي كان فيها الناس الوحشين اللي منهم شكيم اللي اغتصب بنته وليقه ما قامتش بدورها انها تمنع بنتها انها تدخل البلد الوحشه وأما بقى الغلطه بتاع دينا انها عندها محبه لل... عندها فضول وحب استطلاع و اللي وقع داوود في الخطيه ان كان عنده حب استطلاع طلع فوق السطح وابتدى يبص على الناس اللي حواليه فهي هنا برضو حبت تروح تشوف اللي بيحصل في مع البنات اللي في المدينه اللي جنبيهم دي وحب الاستطلاع ده حطها في فخ هاجم عليها شاكيم والبلد اسمها شاكيم وهو اسمه شاكيم قلنا وده تعبير إن هو صفاته بتتكلم عن صفات البلد السيئة دي كل ده شرحناه في الحلقات اللي فاتت بالتفصيل بس أنا بقوله بسرعة لأهميته الشديدة نحذر إن احنا نطلع برا مشيئة الرب ونسكن في بلد. مش من الرب لينا عشان ما نضرش اولادنا، ما نعملش الغلطه اللي عملها يعقوب، والامهات تخلي بالهم من بناتهم رايحين فين وجايين فين وبيصدقوا مين، ما يعملوش زي ليئا، وما يبقاش عندنا الفضول بقى وعايزين نجرب حاجات والناس اللي قابلينا جربوها واتضروا منها، واحد عايز يجرب السجاير، واحد عايز يجرب الخمره، واحد عايز يجرب ويضيع. واحد عايز يجرب مره كده يتفرج على فيلم سيء اباحي ويقول ما فيش حاجه هتحصل لي لا دينا عملت ما يشابه هذا واتأذت أذى شديد. قلنا كمان في حلقة قبل كده إن شاكيم بعد ما اغتصب دينا بنت يعقوب اتعلق بيها. وتعلقت نفسه بدين ابنة يعقوب ولطف الفتاة ابتدى بقى يتكلمها كلام حلو عزيزي المشاهد الكلام الحلو ده مش هيضيع الجرح العظيم اللي عمله في دينا إنما هو ده العالم العالم يأذي وبعدين يحاول بقى يزوق الأذى وده الشيء السيء ان دايما الشيطان بيحاول يحسن شكل البضاعه بتاعته هي البضاعه بتاعته سموم آه لكن زي واحد عنده فاكهه آه فاسده ويحطها في اكياس جميله قوي 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 عشان يغري بيها الناس يعني البضاعه تبقى سيئه جدا لكن متغلفه بقى بكراتين جميله وحلوه ده اللي بيعمله ابليس وخلي بالك ان كتير من الناس بتقع في الخطيه بسبب انها بتنهزم امام تاثير الكلام الحلو يعني شاب بيقعد يقول لبنت كده كلام كويس قوي 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 يقعد يمدح فيها وهي محدش بيمدحها في البيت بتاعها ظروفها كده يعني البيت بتاعها مثلا كلهم مشغولين والاب مشغول والام بتشتغل ومحدش مهتم بيها أم شاب يقابلها يقعد يقولها كلام بقى حلو انت احسن واحده وانت اجمل واحده وانت ما انا ما حد زيك و و و و تكون النتيجة إنها تستسلم لي وتقع في الشبكة بتاعة العدو هنا بقى شكيم عايز يأثر على دينا ما هو بقى انجذب ليها اه واغتصبها وبعدين اتعلق بيها فعايز عاي مش عايزها تهرب منه فيعمل ايه؟ يقول لها كلام بقى جميل بس ده كلام جميل شيطاني كلام جميل خطير. عزيزي المشاهد اقرا لك بعض الايات من السفر اللي بيعلمنا ازاي نعيش في الدنيا دي وازاي نعيش ومضحكش علينا وازاي نعيش ناجحين اللي هو سفر الامثال سفر الامثال سفر عملي جدا جدا وبيدي توجيهات من الرب عظيمه جدا جدا لا تهمل رجاء قراءه سفر الامثال من وقت لاخر يعني تقراه وبعد شويه ترجع له ليه؟ لانه بيوجهك في حياتك العمليه الأصحاح الخامس بيقول إيه؟ بيقول آآ آآ إن البنت اللي عايشة في الخطية وعايزة توقع شاب بيقول لك لأن شفتي المرأة الأجنبية إيه بقى بتعمل إيه؟ تتكلم كلام حلو قوي تقطران عسلا يعني الكلام جميل قوي قوي زي هنا ما عمل شكيم مع دينا بعد ما اغتصبها عايز بقى يتجوزها ويعيش معاها فهي مجروحة من اللي عمله فيبتدي إيه بقى يغير خطاب القوة في الأول يبتدي بقى يغير أسلوبه يبقى أسلوبه ناعم ده بقى الحية الشيطان لما يتلون والعنف يجيب النتيجة يستخدم العنف لا ليه العنف ما بيجيبش نتيجة يستخدم بقى التملق والكلام اللي فيه خداع والكلام اللي فيه إغراء وهنا امثال خمسه بيحذرك بيقول لك لان شفتي المراه الاجنبيه اللي يعني الاصول ما اي علاقه بيها تقطران عسلا وحنكوها فمها يعني انعم من الزيت يعني شوف شوف التعبير ولكن عاقبتها ده سم سم طعمه حلو ولكن عاقبتها وطبعا لو دينا استسلمت اللي حصل ده وقالت خلاص بقى انا يعني حصل لي كده اتجوزه احسن ما اوعى يعني اوعى يحصل عشان في حد مثلا اذاكي جنسيا تقومي تتجوزيه هتتعبي جدا 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 لان يعني ده مش الحل مش الحل ان انا اعالج الغلط بغلط مش مش معنى ان انا تورطت ان انا ادخل في علاقه زواج مش من الله، لازم ابقى متاكده ان زواجي من الرب لاني ما عليكش الغلط بغلط، في ناس كتير بيعملوا كده يعالجوا الغلط بغلط ما ينفعش، لازم تعقل. لازم تبقى متاكده ان الجواز ده من الرب، هو هنا عايز يتجوزها فيعمل ايه؟ عايز يغير هي طبعا مجروحه جدا ومأذيه جدا واكيد مش طايقة يقول لك ولاطف الفتاه هنا بقى بيقول لك ايه العاقبه بتاعت لما ننخدع بالكلام يعني لو دينا انخدعت وكارثه انها تتجوز هذا الشخص اللي اساء اليها ده كارثه لانه ده شخص سيء شخص مدلل قلنا انه شخص عشان استغل السلطه بتاعه ابوه ومحدش بيقول له انت غلطان هي فاكيد هيعاملها معامله سيئه مش عايز منها غير جسدها فشيء صعب جدا هنا بقى في امثال خمسه اكمل بيقول لك المرأة اللي بتبقى من الشيطان بتخدع بكلمات الفم يقول لك وحنكوها أنعم من الزيت لكن النتيجة بقى خلي بالك النتيجة سيئة جدا ولكن عاقبتها مرة كالإفسنتين الإفسنتين ده نبات مر جدا 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 يعني الكلام حلو لكن النتيجة النهائية إيه عاقبتها مرة كالإفسنتين حادة النهاية كسيف زي حدين شيء خطير جدا ان ننخدع بكلمات التملق، اوعي تنخدعي بان شاب يقعد يقول لك كلام حلو انت ما عمرك ما سمعتيه من حد، اوعي تنخدع من كلمات واحده بتقولها لك عشان تتورط وتتجوزها واهلك مش موافقين لانها مش مناسبه لي باسم الرب يسوع نمتحن الامور. يعني ولا سيما في امر الزواج لا نقدم على الزواج عشان اتورطنا ولا علشان اه انا ما حدش جالي فده اول واحد بقى عايز يتجوزني فاتجوزه وخلاص لا عدم الزواج افضل بكثير جدا من الزواج اللي مش من الرب لان الزواج اللي مش من الرب فاشل وجروحه كثيره ومستمره وبتبقى نتيجة الزواج الفاشل مش أذى الزوجة فقط والزوج ده الأولاد بيعانوا جدا فلازم نبقى لازم نمتحن القرار بتاع الارتباط ونمتحنه إزاي نحن نسأل الرب تقولي لي ممكن واحدة تقولي بس ده حل مشكلتي أقول لك طيب بس لازم اسأل الرب إذا الرب وافقك أوكي لازم تغني موافقة الرب لكن لو الرب مش موافق ما يهمكيش قولي لا والرب عنده تعويض عظيم لانه اله التعويض يعني مش الرب هيقفل الباب اللي اتفتح وما يفتحش غيره لا الرب اله التعويض لكن ضعي في ذهنك وضع في ذهنك ان عدم الزواج افضل من الزواج اللي مش في مشيئه الرب لان الزواج اللي مش في مشيئه الرب مدمر لكل اطراف الاسره شاكين بقى نرجع له عايز يلاطف دينا علشان تقبل انها تتجوزه المهم انه راح قال لابوه دي اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت خرج حمور ابوه طبعا بيدلعه قوي أنت عايز إيه؟ مع عنفوش ما قالوش إزاي تعمل في بنت الجيران بتاعنا ده إزاي؟ ولا قال حاجة قال له أنت عايز تتجوزها حاضر. خرج حامور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه قلت في الحلقة اللي فاتت إن هنا يعقوب مالهوش شخصية في البيت وده شيء سيء جدا إن الزوج يبقى مش عايز يتحمل المسؤولية. يعني هنا يعقوب ما خدش أي قرار ساب الموضوع كله لولاده شيء خطير إن يبقى الأب أو الزوج مش عايز ياخد المسؤولية يجي عند الأمور اللي فيها قرارات واللي فيها تحمل مسؤولية ينسحب يعني يجي عند الأمور التانية بقى اللي فيها امتيازات يعني مثلا عايز يشتري حاجه اه يسيطر يعني تلاقيه مسيطر ده شيء سيء جدا لما يبقى الاب او الزوج بهذه الطريقه يبقى راس البيت يعمل نفسه راس البيت في الامور اللي هي فيها انانيه آه نروح الحته الفلانيه آه رحلة مثلا في المكان هو اللي يختار هو اللي يعمل لكن يجي عند بقى الامور اللي فيها مشاكل وما تلاقوهوش ده شيء خطير وهو للاسف يعقوب في الموقف ده هو بعد كده اتغير لكن في الموقف ده كان سيء جدا ليه ما خدش قرار ولا عمل حاجة وساب الموضوع كله لأولاده خرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب يعني حمور لازم يروح للراجل الكبير بتاع البيت ما راحش لأولاد يعقوب لا راح ليعقوب ليتكلم معه لكن يعقوب بقى إيه يقول, يقول في الآية اللي قبلها سكت يعقوب يعقوب ما عملش حاجة ساب الموضوع لحد اولاده ما جم اتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا اول ما سمعوا القصه حصل لهم ايه غضب شديد وغضب الرجال واغتاظوا جدا لان حسوا ان دي اهانه ليهم وما يقول لك أنه صنع قباحه في اسرائيل يعني في عيله ابوهم بأنه آآ آآ عمل اغتصاب لأختهم وقالوا كده وهكذا لا يصنع يعني ده حاجات ممنوعة والآية دي مهمة جدا هكذا لا يصنع يعني معناها أن هم تعلموا كده أن أي علاقة جنسية برا الزواج شيء ممنوع شيء لا يقبل ده منذ القديم يعني هم اتعلموا كده واحنا لازم نتعلم كده ولازم نحترم مشيئه الرب ان مكان الجنس هو الزواج فقط عزيزي المشاهد هكمل معاك التامل في هذه القصه في الحلقه القادمه الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الاسد في الخارج هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تاجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او باي استفسارات او طلبات خاصه نصلي معكم من اجلها. راسلونا على البريد الالكتروني mail pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على صفر اتناشر اتنين خمسمائة سبعة وسبعون ثمانية وثمانون وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية